الاستعانة بالله جل جلاله من أعظم عبادات الله. الاستعانة بالله من أعظم عبادات الله. ولذلك أيما عبد لا يفتقر إلى الله، لا يضطر إلى الله، لا يحتاج إلى الله، ليس بعبد. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فمن العبودية الفقر إليه، ومن العبودية المسكن بين يديه، ومن العبودية الإلحاح في الدعاء وكثرة الدعاء، كثرة المسألة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فقد ضمن الله الإجابة لمن دعاه، فقال: أدعوني أستجب لكم. المشكلة ليست إجابة الدعاء، المشكلة الدعاء نفسه. أين هم الذين يصبرون على الدعاء؟ حتى بعض المساجد يستعجل عن الدعاء ويركع حتى في ركعة الوتر ولا يدعو، للأسف. ولهذا سيتبين لكم الآن مكانة الدعاء في العبادة. أول شيء كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء وشو؟ هو العبادة. وقوله الدعاء بالألف واللام دلت على الاستغراق، أي جميع أنواع الدعاء. وقوله هو العبادة، الألف واللام في قوله العبادة دلت على الاستغراق، أي جميع أنواع العبادة. فجميع أنواع العبادات في الدعاء، وجميع أنواع الدعاء هي العبادة. كيف نفهم هذا؟ نفهم هذا إذا بدأنا نفحص داخل العبادات ونجد مكامن الدعاء في كل عبادة. فمثلا من أفضل العبادات التوحيد. التوحيد كله دعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة. خير الدعاء دعاء عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذن هذه الجملة خير الدعاء، وهذا التوحيد. إذن التوحيد دعاء ولا لا؟ دعاء. ولذلك تجد أن دعاء ذا النون عليه السلام صاحب الحوت يونس بن متى نصفه توحيد. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك توحيد، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب. فالاعتراف بالذنب بعد التوحيد سبب لمغفرته، وإظهار الحاجة بعد التوحيد سبب لقضائها. لذلك التوحيد هو أفضل الدعاء. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا توحيدكم. دعاء توحيد، والتوحيد دعاء. ليش الدعاء توحيد؟ لأن الدعاء أساسا لواحد. هل تدعون غير الله؟ هل في غير الله نقول له: يا فلان أعطنا، يا فلان افعل لنا؟ لا، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن لما كان الدعاء لا يوجه إلا له، والعبادة لا تعمل إلا له، كان الدعاء عبادة، وكانت العبادة دعاء. ولهذا قسم العلماء الدعاء إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. والدعاء في اللسان العربي يطلق عليه صلاة. الدعاء في اللسان العربي يطلق عليه صلاة. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام، يعني دعاؤهم.
وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، أي إن دعاءك سكن لهم. وقال تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة، يعني الدعاء، بيني وبين عبدي نصفين، فنصفه لي ونصفه لعبدي، فإذا قدم العبد في دعائه النصف الذي لله فإن الله يعطيه النصف الذي له. ولذلك من أدب الدعاء أن تبدأ بحمد الله والثناء على الله وتمجيد الله والاعتراف بالعبودية لله وشدة الحاجة بين يديه، فإذا فعلت ذلك اسأل بعد ذلك ما تشاء. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي لعبدي ما سأل بعد فعل ما فعل، لعبدي ما سأل بعد قول ما قال وبعد فعل ما فعل. عندما قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذا قبل لا يسأل، قبل لا يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهي دعاء مسألة، قدم دعاء العبادة فقال الحمد لله رب العالمين حمدا لله، وقال الرحمن الرحيم ثناء على الله، وقال مالك يوم الدين تمجيدا لله، وقال إياك نعبد إخلاصا للعبادة لله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، وقال وإياك نستعين، لأن هذا المدخل الخاص لحاجاته، نستعين بك على حمدك، ونستعين بك على الثناء عليك، ونستعين بك على تمجيدك، ونستعين بك على إخلاص العبادة لك، ونستعين بك على الهداية إليك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعندما يقول وإياك نستعين، نستعين فعل مضارع دل على الحال. طيب لماذا جاء فعل المضارع في نعبد وصيغة فعل المضارع في نعبد وصيغة فعل المضارع في نستعين؟ معنى الأفعال تأتي أيضا بصيغة الماضي، إياك عبدنا وإياك استعنا. لماذا؟ لأن العبرة بالساعة التي أنت فيها والمستقبل الذي هو الختام، والعبرة بالخواتيم. من أحسن في الحال غفر الله له ما مضى ووفقه فيما يأتي، ومن ضيع الحال ألحق الحال في الضياع مع الماضي وحيل بينه وبين المستقبل، فلا يكون فيه موفقا إلا إذا تداركته رحمة الله. لذلك جاءت نعبد وجاءت نستعين تتكرر على لسان كل مسلم حتى تبقى ساعات وقته وأيام زمانه وشهور عمره وسنين أجله كلها مرتبطة بعبادة ربه واستعانته بربه، فلا تخلو ثانية من ثواني عمره من عبادة لله واستعانة بالله على تلك العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا كرر إياك وإياك؟ ألا يكفي أن يقول إياك نعبد ونستعين؟ ليش تكررت إياك؟ والعرب أصلا لا يحبون التكرار إذا وجدوا عنه يعني ما يغني عنه. فهل إياك إياك هل هذا تكرار؟ لا، هذا قصد به تكرار معنى
لو لم يحصل التكرار لما حصل المعنى المطلوب. لو قال الله عز وجل إياك نعبد ونستعين وعطفت الاستعانة على العبادة لجاز أن يكون معبودا واحدا ومستعان به ومستعان بغيره، لأن إياك فهم منها محض الإخلاص، إياك وإياك مفعول والفعل نعبد، وإياك مفعول والفعل نستعين والفاعل من؟ أنت، أنت أيها المسلم، فأنت فاعل العبادة وأنت فاعل الاستعانة، لكن فعلتها لمن؟ فهل يجوز أن يكون الله متأخرا عنك؟ هل يجوز أن يكون ذكره متأخر بعد ذكرك؟ لا، فقدم ما يعني ذكر الله إياك وأخر كل فعل وكل فاعل بعد اسم الله جل جلاله، لأنه لولا الله لما حدث فعل ولما حدث فاعل ولما وجد فاعل، فأنت أصلا من أوجدك؟ والعمل الذي تعمله من قواك عليه ومن هداك إليه؟ فلا يغترن أحد بعمله، والله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا ليس كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا أنت يا رسول الله، حنا ممكن يعني أعمالنا سيئة أو أعمالنا مقصرين فيها، بس أنت يا رسول الله ممكن تدخل الجنة بعملك؟ قال ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله، يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليعملوا، فبذلك فليعلموا، فبذلك فليعبدوا، فبذلك فليستعينوا، فبذلك فليرتقوا، فبذلك فليدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض، بذلك برحمته وفضله وليس بعملك ولا عملي، إذ عملك من فضله عليك، إذ عملك من رحمته بك. من يريد الله، الإرادة إرادة من؟ الله، أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إذن صدرك منشرح بالإسلام بإرادتك أم بإرادة الله؟ عملك، صلاتك، صومك، حجك، أعمالك كلها، عباداتك، صدقاتك، بفضلك وإرادتك أم بفضل الله عز وجل وإرادته؟ لذلك اعترف أهل الجنة جميعا بأنهم ما دخلوا الجنة بعمله، وإنما بفضل الله عز وجل ورحمته أن هداهم. قال الله جل جلاله على لسان أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لماذا؟ لأن الضال لا يهدي نفسه، ولأن المهتدي لا يهدي غيره، وأكثر الناس هداية وأعظم الناس هداية
هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبت الله له الهداية، فقال تعالى وهدينا، قال تعالى في شأن هداية النبي صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. إذن محمد صلى الله عليه وسلم من هداه؟ الله. وجدك ضالا فهدى. طيب، اثنين، قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يهديك صراطا مستقيما، من هداه؟ الله. ثلاثة، قال الله له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت هديت إلى الصراط، وأنت أيضا تهدي إلى الصراط، لكن تعالى فانظر من هم الذين اهتدوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هل هم كل الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين اختارهم الله للهداية؟ الذين اختارهم الله. إنك يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت. طيب، إذا لم يهدي من أحب، هل يهدي من أكره، من كره؟ لا طبعا. إذا لم يهدي من أحب، كعمي أبو طالب وعمي أبو لهب، هذو أعمامه، لم يستطع هدايتهم ويحبهم ويحبونه، لكن لم يستطع هدايته. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن كل مهتد للإسلام فليعلم أن الهداية التي عنده من الله. إذن إياك نعبد إذا هديتنا لعبادتك، وإياك نستعين إذا هديتنا للاستعانة بك، وإياك نحمد، وإياك نثني الخير، وإياك نمجد إذا هديتنا لحمدك والثناء عليك وتمجيدك، وإياك نجاهد في سبيلك إذا هديتنا للجهاد في سبيلك. كل هؤلاء المهتدون على صراط مستقيم، من هداهم إلى هذا الصراط الذي ساروا عليه واستقاموا عليه؟ قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات، عفوا، كمن يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نورا يمشي به في الناس، لو اشتد حلك الظلام وانقطعت الكهرباء وانطفأت أنوار السيارات كيف تمشي؟ إذا كان عندك نور مصباح، إذا ولعته الناس يرونك من كل مكان، والله ذاك نور، فيتوجه إليك. موسى في حالك الظلام آنس نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فالنار هدى الناس تهتدي بها في ظلمات البر، كما قال تعالى: وتجد على النار هدى. فإذا كان بصيص من النار هدى للحيارى في الأرض، فكيف بنور أشرق من عند الله جل جلاله؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يزيغ عنه إلا هالك. يقول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. إذا أردت أن تفهم الفرق بين السيرين، سير المكب وسير المستقيم، انظر إلى الهرم الذي انكب على وجهه من شدة هرمه،
وانظر إلى الهرم الآخر، الشيخ الآخر الذي هو ما زال مستقيما وعمرهم واحد، واضرب بينهم مسابقة، يلا تسابقوا إلى هذا الباب. المستقيم سيصل لأنه ينظر إلى الباب ويقترب يقترب يقترب، والمكب على وجه المنكب سيسقط مع أول حركة لأنه ينظر إلى قدميه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا الفرق بين عباد الدنيا وعباد الله، عباد الله. عباد الدرهم والدينار وعباد الله. هؤلاء الكفرة نظرهم قاصر على الدنيا ومصالح الدنيا مكبا على وجه، والمؤمن ينظر من خلال الدنيا إلى الآخرة فيعمل هنا من أجل هناك، يطعم الطعام وهو يحبه من أجل الآخرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوفوا وين نظرهم، هناك، يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. إذن لم يصبح يوما عبوسا، لم يصبح يوما قمطريرا، لم يصبح يوما شديدا، بل أصبح يوم فرح وسرور. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إياك نعبد وإياك نستعين. إن أول عون الله عز وجل للعبد أن يحبب إليه الذكر. أول ما يعطيك الله من العون أن يحبب إليك ذكره ويبغض إليك ذكر غيره. فإذا ذكر الله اطمأن قلبك وانشرح صدرك وتهلل وجهك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا أول إسعافات إياك نستعين. ثم بعد ذلك يذكرك الله بنعمه عليك، فتصبح تنظر إلى نعم الله عليك وتنظر إلى نعم الله على غيرك، وتشكر نعم الله عليك وتشكر نعم الله على غيرك، وهذه مرتبة عالية من الشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح وإذا أمسى اللهم ما أصبح بي من نعمة، إذا كان الصباح، أو يقول في المساء: اللهم ما أمسى بي من نعمة، بي من نعمة، أو بأحد من خلقك. شوف الشكر وين وصل، بأحد من خلقك. أحد نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، أحد، أي أحد، مسلم، كافر، ذكر، أنثى، أنسي، جني، ملك، أي أحد من خلقك، أي أحد يا ربي أنعمت عليه أنت، فأنا أشكرك نيابة عنه لك. سبحان الله، هذا مستوى عالي من الشكر. ولذلك سمي محمد عليه الصلاة والسلام من الحمد، والحمد أعلى درجات الشكر. ولهذا يوم القيامة يعقد لواء الحمد ويقال: أين الحامدون؟ فلا يرى أحمد من محمد صلى الله عليه وسلم فيعطى له اللواء. ولهذا كان الشكر أول ثمار الذكر، وكان الذكر
أول ثمار العباد. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب ما علاقة الذكر بالشكر؟ في علاقة بين الاثنين؟ نعم، لو لم تذكر لم تشكر. لو واحد أحسن إليك، أعطاك فلوس وسلفك ووقف معك وساعدك وأعانك ونسيته، هل هذا شكر؟ لكن إذا تكلمت قلت والله فلان سوى وبيض الله وجهه وسوى وبيض الله وجهه وسوى وسوى وتكلمت، شكرت وذكرت اثنين مع بعض. ولذلك قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، تكلم. والمشكلة أننا نحن البشر مستعدين نتكلم عن نعم بعضنا البعض، ولكن أن نتحدث عن نعم الله هذا قليل من يتحدث عن نعم الله، مع أن النعم كلها من عند الله. وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك، والله صادق، والله صادق، صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو فعلا يحب أمته كلها، لكن يحب أهل العلم. أحب الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترى العلماء. ولهذا الله عز وجل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. قال وقل ربي زدني علما، ما قال زدني عبادة ولا قال زدني صلاة، زدني علما. ولم يطلب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من رزق إلا من اللبن الحليب، كان إذا أكل أو شرب أي شيء الحمد لله الذي رزقنا هذا الطعام، لكن إذا شرب اللبن وحده يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. إذن ثمة علاقة بين الحليب والعلم، كل منهما فطرة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحليب في ليلة الإسراء والمعراج، قدم له جبريل في بيت المقدس قدح من لبن وهو الحليب، وقدح من خمر، وقدح من ماء، قال له اشرب، وفي رواية لبن وخمر، قال له اختر واحد من هذا تشرب، خمر ولبن والاثنين في الجنة، أنهار من خمر، أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من ماء. لكن الآن في الدنيا اختر واحد من الاثنين، فاختار اللبن وشرب منه وهو في بداية رحلة معراجه إلى السماوات العلى. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام اخترت الفطرة. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، فلا تدع، شوف وصية المحب، إذا أنت تحب أحد وصيه وصية تنفعه في الدنيا والآخرة. كم من رسائل الحب وكم من عبارات الحب خالية من الوصايا النافعة. قالوا يا معاذ إني أحبك، طيب يا رسول الله تحبني، ما علامة ذلك؟ علامة ذلك الوصية التالية، وصية محب لمحب، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على إيه؟ على ذكرك واحد، وشكرك اثنين، وحسن عبادتك ثلاث. طيب ليش قدم الذكر على الشكر؟ وليش قدم الذكر والشكر على حسن العبادة؟ لأن هذا مثل قوله تعالى
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كيف؟ آدم هو الأصل، ونوحا فرع منه، وآل إبراهيم فرعا من نوح، وآل عمران فرعا من آل إبراهيم، ذرية بعضها من بعض. كذلك الذكر هو الأصل، والشكر فرع منه، وحسن العبادة فرع من الشكر. واضح؟ هذا مثل قوله تعالى في العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما العلاقة؟ الإيمان هو الأصل، والعمل الصالح فرع منه، والتواصي بالحق فرع من العمل الصالح، والتواصي بالصبر فرع من التواصي بالحق. كل واحدة مرتبطة باللي قبلها. طيب، أعني على ذكرك. هل لو لم يعنك الله على الصلاة تقدر تصلي؟ والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم شباب في منتهى القوة لا يركعون لله ركعة، ما يقدر يصلي، لا يصلون. وأعلم شيبان في منتهى الضعف، إذا قام في الليل سبحان من قواه، قائم يقرأ جزء جزئين ثلاثة لا يشعر. من أعانه على القيام في الصلاة وهو لو خرج إلى محل ما استطاع يقوم خمس دقائق، لكن في الصلاة عمود. من أعانه؟ الله. لما حقق إياك نعبد في حياته حقق الله له إياك نستعين في حياته وبعد مماته. أحد كبار السن كان عمره فوق 80 وهو من أهل العراق، كان قوي، بلغ 80 سنة وهو قوي يصرع الشباب من قوته. مجموعة من الشباب اجتمعوا أقوياء جاءوا يسلموا عليه، يده تقول من حديد من قوته وفوق 80. قال له فلان عندنا سؤال، هل القوة هذه القوة التي عندك كيف حصلت عليها؟ كيف استطعت تحافظ على القوة في هذا العمر؟ أجاب قال: حفظت الله في صغري فحفظني الله في كبري، وأنا شاب ما عصيت الله، وأنا شاب في طاعة الله، فلما أعطيت زهرة عمري لربي حفظ لي ربي وقت ضعفي وتركني قويا كما ترى. لكن تربية بعض المجتمعات فاشلة، يقول لك طفل صغير ما عليه، خليه لسه مراهق، خليه لسه شباب، الشباب شعبة من الجنون، ويتربى على البعد عن الله والبعد عن مساجد الله والبعد عن ذكر الله بعذر أنه صغير، أنه مراهق، أنه شاب، فيتعود على البعد عن الله. ومن تعود على شيء لا يمكن أن ينفك عنه. فإذا كبر وبلغ 40 هل تتوقع يعود إلى الله بعد 40 وقد نشأ على البعد عنه؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وفي رواية ربّبه أبوه أي رباه. لذلك إياك نعبد منهج، وإياك نستعين منهج. لا يمكن أن تستمر العبادة إلا باستمرار العون، ولو توقف عونه لتوقفت عبادتك، ولا يمكن أن يستمر عونه إلا باستمرار عبادته، ولو توقفت عبادتك لتوقف عونه. إيش الدليل؟ جاء مجموعة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء يشتكون من بعض الصحابة، البعض يرفع صوته
في التلبية، لبيك اللهم لبيك بصوت مرتفع، والبعض الآخر يكاد لا يسمع صوت لبيك اللهم لبيك، يكاد لا يسمع صوت. الفريقين اختلفا، هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم أنكروا على من أخفضوا أصواتهم، من خفضوا أصواتهم قال يا أخوان ارفعوا أصواتكم، إيش بكم أنتم ارفعوا أصواتكم. والثانيين الذين أخفضوا أو خفضوا أصواتهم أنكروا على الذين رفعوا، قال يا أخوان إيش فيكم أنتم خفضوا صوتكم، ترى الله عز وجل ليس بأصم، خفضوا صوتكم. احتكموا على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الحق مع مين؟ أقريب ربنا فنناجيه نتكلم بشويش أم بعيد فنناديه حتى يسمعنا؟ طبعا سؤال خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل سؤالا لا يجيب حتى ينزل جبريل، فإذا نزل جبريل إما أن ينزل جبريل بآية ويسألونك وخذ الجواب، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، وأسئلة كثيرة، وإما أن يأتي الجواب من غير ما فيه ويسألونك، وقد يأتي الجواب بيسألونك من غير قل، وهذا اللي حصل. يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن اليتامى قل، إلا في هذا السؤال أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فورا نزل جبريل بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني لا تتكلم. الله يتكلم عن نفسه لأن القريب ما يحتاج واسطة، واضح؟ القريب ما يحتاج واسطة، هو يتكلم عن نفسه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب، قريب من من؟ من عباده. واسجد واقترب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب الشاهد، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذه الداعي إذا دعاني اللي هو الاستعانة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذه إياك نعبد، إياك نعبد استجابة وإيمان، وإياك نستعين استجابة من الله، والمسألة بالتوازن، استجبت يستجاب لك، رفضت لا تلوم إلا نفسك. ولهذا تجد الناس يأمرهم الله عز وجل بالصدقة، أنفقوا مما رزقناكم، ومنهم من يبخل، يأمرهم بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، ومنهم من لا يصلي، ويأمرهم بالجهاد في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله، ومنهم من لا يفعل، ويأمرهم ويأمرهم فلا يفعلون، ثم إذا احتاجوا الغيث خرجوا يا رب يا رب أغثنا اللهم أغثنا. طيب وقف، تريد الله يستجيب لكم؟ تريدون أن يستجيب الله لكم؟ استجيبوا له وانظروا هل يستجيب أم لا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وعلى قدر استجابتهم لي وإيمانهم بي سيجدون أن الإجابة أسرع لهم. هذا ليس كلامي، هذا كلام الله في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. شوف الاستقامة، شوف ما ثمار إياك نعبد، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، واحد، وبصره الذي يبصر به، اثنين، ويده التي يبطش بها، ثلاث، ورجله التي يمشي عليها، أربع. طيب وبس؟ لا، هذا استقامته، لكن انظر عطاء الله له بعد استقامته، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
واضح؟ إذا الاستعانة أيها الأحبة تقتضي العبادة، والله جل جلاله بين لنا أن من أفضل العبادات الذكر والشكر والصبر والاستغفار، هذه الأربعة أمهات العبادات وأسهل العبادات. الذكر لا يعلم فضله إلا الله، والشكر لا يعلم فضله إلا الله، والصبر لا يعلم فضله إلا الله، والاستغفار لا يعلم فضله إلا الله. وهذه الأربع ميدان اختبار، ذكر ونسيان. ذكر الله ذكره الله فلا ينسى، نسي الله نسي نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. شكر يقابله كفر، إما شاكرا وإما كفورا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صبر يقابله هنا عجلة، عجلة عن الطاعة، عجلة إلى المعصية، عجلة بالكلام في الله عز وجل وفي ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وهنا الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله على طاعة الله، واصبر وما صبرك إلا بالله عن معصية الله، واصبر وما صبرك إلا بالله على قضاء الله وقدره. بعدها الذنب، كل ابن آدم خطاء، لكن هل هناك استغفار؟ هل هناك توبة؟ أو هناك إصرار وعدم توبة؟ فمن أصر واستكبر خلاص، ومن مسه الشيطان بطائف ثم تذكر، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم ما نسينا، ويعلمنا وإياكم ما جهلنا، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، نسألك اللهم بجميع أسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، وبجميع صفاتك العليا ما علمنا منها وما لم نعلم، وبجميع كلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا كبته، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا عينا إلا شفيتنا منها، ولا حسدا إلا أذهبته عنا، ولا مكرا إلا رددته على أهله، ولا كيدا إلا جعلته على أهله. اللهم إنا نعوذ بك من مكر الماكرين، وكيد الكائدين، وسحر الساحرين، وحسد الحاسدين، وطغيان الطاغين، وظلم الظالمين، واعتداء المعتدين، وفرط المفرطين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا علم الأولين وعلم الآخرين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا،
وارزقنا ما ينفعنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم بارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أبصارنا، وبارك لنا في عقولنا، وبارك لنا في أبداننا، وبارك لنا في قلوبنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في حياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك، واجعل ذكرك أحب إلينا من كل ذكر، وأعنا على شكرك، واجعل شكرك أحب إلينا من كل شكر، وأعنا على حسن عبادتك حتى نعبدك كأننا ننظر إليك، فإن لم نكن كذلك فإننا نعتقد أنك ترانا. اللهم إنا نسألك الإحسان في عبادتك حتى نصل إلى مقام المشاهدة، اللهم إنا نسألك الإحسان في عبادتك حتى نصل إلى مقام المشاهدة، اللهم أوصلنا مقام مشاهدتك في الدنيا، وأوصلنا مقام النظر إلى وجهك الكريم في الآخرة. اللهم اجعل وجوهنا مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم اجعلها ناعمة لسعيها راضية، اللهم اجعلها يا رب ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة. اللهم بلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، اللهم جد علينا لنجود، وأكرمنا لنتكرم، وأعنا لنعين. اللهم يا حي يا قيوم، من لضعاف المسلمين، من لفقراء المسلمين، من لمرضى المسلمين، من للمظلومين من المسلمين، من للمكروبين من المسلمين، يا واسع الفضل، يا واسع الرحمة، يا باسط اليدين بالعطاء، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. اللهم إنا نستغيث بك لأمة محمد، اللهم إنا نستغيث بك لأمة محمد، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غوث اللاجئين، يا غوث المنقطعين، يا غوث المظلومين، يا غوث المضطرين، يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، يا من تسمع كلامنا، يا من ترى مكاننا، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم صمنا لك وقمنا لك، اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، لا رياء ولا سمعة فيها. آمنا بك، وآمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم فاجعل لنا من كل هم فرجا، وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك بطواغيت هذا العالم، اللهم عليك بالطواغيت في هذا العالم، اللهم عليك بالطواغيت في هذا العالم، الذين عبدوا من دون الله، الذين قتلوا وسفكوا دماء عبادك وشردوهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل يوم بدر، اللهم اجعل اليوم 17 من رمضان اليوم الذي نصرت فيه أهل عبادتك على أهل الشرك بك، اجعله يا ربي من هذا الشهر يوم نصر وتأييد وتأييد للإسلام والمسلمين. اللهم انصر فيه دينك، واعلي فيه كلمتك، ويا ربي يا رب، اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الشهر كله شهر نصر وشهر تأييد وشهر عبادة وشهر توحيد وشهر عودة إليك يا حي يا قيوم. اللهم إنك على كل شيء قدير، على كل شيء شهيد، بيدك الخير، فلا تحرمنا من خيرك، وارزقنا الفردوس الأعلى من جنتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.